وملكا على بني إسرائيل. هنا في هذه اللحظة يبدأ حكم اليهود لأرض فلسطين. قد إيه حكموها؟ 80 سنة، 40 سنة في عهد داود عليه السلام، و40 سنة في عهد ابنه سليمان عليه السلام. هذه الفترة كانت حكم عادل لأهل فلسطين، لأن اللي بيحكم نبي من أنبياء الله عز وجل اللي هو سيدنا داود ثم سيدنا سليمان عليه السلام. وهذه الفترة كانوا بيحكموا فيها حوالي 60 أو 70% من مساحة فلسطين الحالية، ليس كل أرض فلسطين. بعد كده مات سيدنا سليمان عليه السلام، فالذين أتوا من بعد ذلك انشقوا على الديانة اليهودية وبدأوا يحرفوا ويزوروا فيها وأفسدوا في الأرض وانقسموا على أنفسهم وتقاتلوا سويا وعملوا مملكتين في داخل المملكة التي كان يحكمها سيدنا سليمان عليه السلام، مملكة يهودا ومملكة إسرائيل. الكلام ده استمر، مملكة يهودا قعدت حوالي 200 سنة أو 200 وشوية، ومملكة إسرائيل قعدت 400 سنة، كلها إفساد في الأرض. بيحكموا مين؟ بيحكموا شعب فلسطين الحقيقي الأصلي الذي ظل على وثنيته. يعني أهل فلسطين في ذلك الوقت كانوا من الوثنيين ومعاهم اليهود اللي بيحكموا الأرض من أيام سيدنا داود وسيدنا سليمان، لكن غيروا المنهج تماما بعد وفاة سيدنا سليمان، بل إنهم عبدوا آلهة آسيا. آلهة آسيا اللي هي البعل والعجول والأصنام وما إلى ذلك عبدوها في هذه الأرض، وإن كان المسمى مملكة يهودا ومملكة إسرائيل. في نهاية 400 سنة اللي حكموها بعد سيدنا سليمان جاء الاحتلال العراقي. العراق كانت تحكم بالبابليين. جاء رجل اسمه نبوخذ نصر أو بخت نصر واجتاح أرض فلسطين وسبى الشعب اليهودي وترك الشعب الفلسطيني. سبى الشعب اليهودي اللي هو كان بيحكم الأرض ساعتها، سبى هذا الشعب 10,000 واحد سبى، وفي المرة الثانية بعد 10 سنين سبى 40,000 واحد وخد دولة إلى أرض العراق. وهناك في أرض العراق كتبت التوراة، يعني التوراة أول مرة تتكتب بعد 700 سنة من وفاة موسى عليه السلام، فزورت أشد التزوير للعهد القديم. طبعا اللي يقرأ العهد القديم ويرى المنكرات الشديدة التي تقال على رب الاحتلال العراقي. العراق كانت تحكم بالبابليين. جاء رجل اسمه نبوخذ نصر أو بخت نصر واجتاح أرض فلسطين وسبى الشعب اليهودي وترك الشعب الفلسطيني. سبى الشعب اليهودي اللي هو كان بيحكم الأرض ساعتها، سبى هذا الشعب 10,000 واحد سبى، وفي المرة الثانية بعد 10 سنين سبى 40,000 واحد وخد دولة إلى أرض العراق. وهناك في أرض العراق كتبت التوراة، يعني التوراة أول مرة تتكتب بعد 700 سنة من وفاة موسى عليه السلام، فزورت أشد التزوير للعهد القديم. طبعا اللي يقرأ العهد القديم ويرى المنكرات الشديدة التي تقال على رب أرض فلسطين، واحتلوا أرض فلسطين وجابوا معاهم اليهود يعيشوا معاهم في أرض فلسطين تحت الحكم الفارسي. الحكم الفارسي قعد فترة قصيرة حوالي 47 سنة، وبعدين بعد كده جه حكم الإغريق لأرض فلسطين الإسكندر المقدوني. لما الإسكندر اجتاح العالم كله ممن اجتاح أرض فلسطين، ودخلت فلسطين تحت الحكم المقدوني أو حكم الإغريق. قعدوا في حوالي 300 سنة في هذا الحكم، ثم جاء الحكم الروماني الإيطالي. احتلت إيطاليا أو الدولة الرومانية معظم بلاد المنطقة، تحول البحر الأبيض المتوسط إلى جزيرة أو إلى بحيرة في داخل الدولة الرومانية، ومن ضمن هذه الدولة كانت أرض فلسطين. ودخل الرومان ذبحوا الكثير والكثير ممن كان يعيش في أرض فلسطين من اليهود. كان أشهر المذابح مذبحة في سنة 70 على يد القائد الروماني تيتوس، وفي سنة 130 على يد القائد الروماني إيليا هيدريان. لما حصل هذا تشتت اليهود في العالم، اللي كان هم قليل جدا بيعيشوا في أرض فلسطين طبعا تحت الحكم الفارسي ثم الإغريقي ثم الروماني، تشتتوا في العالم. منهم اللي عاش في منطقة البحر قزوين، ومنهم اللي ذهب إلى أفريقيا، ومنهم اللي ذهب إلى البلاد العربية في شمال الجزيرة العربية اللي هي منطقة يثرب، ومنهم اللي وصل لحد المغرب، يعني تشتتوا في العالم أجمع. وطبعا طلعوا برضو أجزاء من أوروبا وعاشوا في أجزاء من أوروبا. في كل هذه الفترات كان يعيش اليهود هنا وهناك كمجموعات متفرقة، عائلات متفرقة.
ثم بعد ذلك جاء الفتح الإسلامي سنة 632 أو 633 دخل ميلادية طبعا دخل إلى أرض فلسطين. عند دخول المسلمين إلى أرض فلسطين حصل تغير جذري في القضية، لأن شعب فلسطين اللي هو بقاله 10,000 سنة عايش في أرض فلسطين، هذا الشعب قبل أن يعتنق الإسلام. يعني الناس فاكرة أن العرب دخلوا أرض فلسطين بعد ما فتحت أرض فلسطين، لا، الإسلام دخل أرض فلسطين وعرض القضية على الناس، لكم دينكم ولي دين، اللي عايز يلاقي إكراه في الدين، اللي عايز يسلم يسلم، اللي عايز يبقى على نصرانيته أو يهوديته أو مجوسيته يبقى. عندما دخل الإسلام الأرض فلسطين اعتنق الشعب الفلسطيني الديانة الإسلامية، فأصبحت هذه البلد إسلامية منذ دخول هذا الدين إلى أرض فلسطين سنة 16، طبعا من سنة 13 رح نفتح لحد سنة 18 من الهجرة، فتح بيت المقدس 16 هجرية، الكلام ده بيوافق تقريبا 632-633 ميلادية. وقعدت هذه البلاد محكومة بالشعب الفلسطيني أو محكومة بالإسلام من سنة 632 لسنة 1917، يعني حوالي 1280 سنة، 1300 سنة تقريبا حكم إسلامي الأرض فلسطين، تخللتها طبعا الحروب الصليبية كما تعرفون. لكن الشاهد من هذا الاستعراض السريع لهذه الحقبة القديمة جدا السحيقة، ان الشعب الفلسطيني الأصلي اللي هو بيعيش في أرض فلسطين اللي هو ينفع يبقى اسمه فلسطيني، هذا الشعب انتقل من الجزيرة العربية لأرض فلسطين وتناوب عليه الحكم من دول العالم المختلفة، مرة فرس ومرة بابليين من العراق ومرة إغريق من اليونان ومرة رومانيين من إيطاليا ومرة يهود جم مع سيدنا يوشع بن نون لما دخلوا المرة اللي دخلوا فيها وحكموا أيام سيدنا داود وسليمان حكما دينيا صحيحا بقيادة سيدنا داود ثم سيدنا سليمان، ثم حكموا حكما فاسدا بعد ذلك في مملكة يهودا وإسرائيل لفترة محدودة، ثم حكم إسلامي لمدة 1300 سنة متصلة إلى سنة 17 عندما احتلت إنجلترا أرض فلسطين. لما نيجي نراجع بعد كده جزئية أخرى من جزئيات القصة، عشان كده عرفنا بدايات القصة بدأت شكلها إيه، وإن اليهود كانوا فترة عابرة ومفسدة في تاريخ أرض فلسطين كما يعني وضحت القصة وكما هو مذكور أصلا في كتبهم. يعني اللي عنده إنكار لهذا الكلام يراجع التوراة ويجد ما فيها من منكرات على اليهود عندما دخلوا لهذه البلاد ونقصوا على أعقابهم وتركوا أنبياءهم وباعوا قضيتهم وأفسدوا في الأرض وقتلوا واستحلوا الدماء واستحلوا الربا واستحلوا الخمر وفعلوا أشياء كثيرة جدا من المفسدة، حتى عبدوا غير الله عز وجل، عبدوا العجل من دون الله عز وجل، ليس فقط مع موسى عليه السلام ولكن أصلا بعد وفاة سليمان عليه السلام في أرض فلسطين. اليهود لما دخل الرومان أرض فلسطين تشتتوا في الأرض كما ذكرنا، وبعد ما تحولت الدولة الرومانية إلى النصرانية سنة 324 ميلادية عندما تنصر قسطنطين اللي هو الإمبراطور الروماني، تنصرت الدولة الرومانية كلها، فتنصر شعب فلسطين كنوع من التبعية للدولة الرومانية، أصبحت الدولة الفلسطينية في ذلك الوقت دولة نصرانية إلى أن عرض عليهم الإسلام زي ما قلنا في سنة 637 أو 632 من الميلاد. فكان الشعب لما دخل الإسلام كان أرض فلسطين ساعتها شعبها نصراني، مفيش أي يهود في المنطقة لأن الرومان كانوا ذبحوا يعني كميات من اليهود ولم يبقى إلا الذي يعني على الديانة الوثنية فقط، إلى أن تنصر كما ذكرنا قسطنطين فتحولوا إلى النصرانية. فين اليهود دلوقتي؟ اليهود مشتتين في الدنيا كلها، اليهود زي ما قلنا في روسيا وفي أثيوبيا وأرجنتين وأوروبا وغيرها من بقاع العالم. عاش اليهود في أوروبا الحقيقة فترات مظلمة وتعرضوا للبطش الشديد هنا وهناك في أماكن مختلفة كثيرة، فلم يلجأوا إلى مكان يأويهم إلا في الأندلس التي كان يحكمها المسلمون، المكان الوحيد في العالم الذي كان يقبل أن يتعايش مع الآخر كان الأندلس الإسلامي، فقبلت أن يعيش إلى جوارهم اليهود، وعاش اليهود في رغد العيش في داخل الأندلس. وقرأوا أيضا ما كتبه المستشرقون عن تاريخ الأندلس وكيف ظهر فيها الأطباء
اليهود وظهر فيها الشعراء اليهود وعلماء اللغة اليهود والتجار اليهود، وعاشوا حياة سعيدة جدا في داخل الأندلس، ما في أي نوع من الشكوى للإضطهاد العنصري أو العرقي في أرض الأندلس، إلى أن سقطت الأندلس.